السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون. اليوم ان شاء الله راحين نديروا الغريبية. الغريبية بحلوة الترك تجي بنينة بزاف بزاف، جربوها. عندنا كيلة مارغارين نذوبوها ونديروها في الكونجيلاتور باش نحيولها الماء، وعندنا نص كيلة سكر غلاسي، كيلة كوكي ومقلي ومرحي، ونص كيلة كاكا بيشو. انا نص كيلة جاتني زوج بطاط من هذا، وثلاث كيلات فارينة مقلية ومرحية. اول حاجة كي نذوبو الزبدة تاعنا ولا لابيل اي مارغرين اللي تحب دير سمن دير طول سمن، نحيولها الماء تاعها هذا اللي رانا نشوفو فيه. هذا الماء نحيوه ونخدمو غير بالسمن اللي يخرج لنا. وبعد ما نحينا الماء للمارغرين تاعنا نزيدو نص كيلة كاكا بيشو، تحبو تاع العلب تحبو تاع الميزان كيما حبيتو، نص كيلة سكر كلاصي، وملعقة كبيرة فاني، ونخلطوا الخليط تاعنا بالباتور ولا بيتخا ولا كيما حبيت. نخلطو حتى نتحصلو على الخليط بهذا الشكل، يكون خليط خفيف ومتجانس. نجيب قصعة نحط فيها الخليط تاعنا هذا اللي خلطناه بالباتير ولا بالبيتخا، يجينا خفيف. ومن بعد نضيفو كيلة كوكي ومقلي ومرحي، ونضيفو الفارينة ثلاث كيلات فارينة مقلية ومرحية، ونغاربلوها كي تبرد نغاربلوها باش ما تبقاش مدايرت لنا الحبيبات هذو، نضيفها بالتدريج. واني درت معها رشة ملح، الليمون الخليط تاعنا بشوي حتى نتحصلوا على عجينه تكون شوي هيك ما روحها، باه كي نديروها في المول يخرج لنا تخرج الرشمه تاع المول كيما راح.
اخدمي وعجني باش تعرفي باش تبان لك مليح الزبده دخلت مليح في الفارينة. والله ما تخافيش منها عجنيها ما راح يصرى لها والو. تشوفوها هكذا تقولوا ماهيش مليمه بصح كي تعجنوها مليح رايحه تتليم. عجنوها برك مليح راح تتليم لك. كيما هنا راني عجنت 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 ولات طلقت روح. شوفوا كيف راه لازم نزيد الفرينة. تي كديري الفرينة المرة الأولى وتلميها تبان لك هي بسا تحبسي الفرينة. عجنيها قبل عجني مليح هكذا بيديك لقيتيها انطلقت وترخبت عاودي زيدي لها الفرينة. الى لقيتيها حكمة روحها عجنتي عجنتي وقعدت حكمة روحها ثم حبسي متزيديش فرينة. انا نكمل 3 كيلات تاوعيكم العجينة. وزنتها كربعتها خليوها يابسة هكذا شو بهالشكل كي يجي فوق في المول يحكم. وزنتها 30 غرام الكيل تاع 500 غرام مارغرين دير لي 69 حبة وزن تاع 500 مارغرين دير لي 69 حبة بوزن 30 غرام. نحتاجو فرينة نغطسو المول والليمون كاين زوج كاين هذو الاشكال تاع الليمون اللي بهذا الشكل كاين اوفال كاين دائري كاين هذا القلب. والله الليمون تاع المقروط اللي خرجوا الاولين هذوك فيه ثاني ثلاثة اشكال يتبدلوا كاين هذا الشكل كاين هذا كاين شكل واحد اخر الشكل انتم وش حبيتو. نغطس المول في الفرينة باش ما تلزقش الحبة. وندخلها داخل المول. نعدلها. وبعدها نضغط عليها جيدا. باش تحكم لنا الشكل تاع الحبة. انا خيرت هذا الشكل تقدروا ديروا هذا الشكل نتوما واش حبيتوا. زيدوا حبة بهذا المول ونسيت ما قلت لكمش الفرينة تاعكم ديروها 3 كيلات بومبي بومبي والكيلة تاعكم
والله ديروا 3 كيلات قد قد وزيدوا نص كيلة وقليوها، تقدروا تحتاجوا أكثر من 3 كيلات، تقدروا تزيدوا شوية بل. ديروها 3 كيلات بومبي، والله 3 كيلات ونص اقليو. كيما نقدروا نديرو بالمولد، نغطسو ثاني في الفرينة. ونضغط عليها مليح، باهي ترسم الشكل تاع الحبة. بهذا الشكل الاشكال، كاين اوفال، كاين دائري، كاين قلب، انتم واش حبيتو. كي نشفنا المول تاعنا تخرج لنا الحبه حكمه لافون تاع المول. انا نكمل ندير الحبات تاعي كل، ندخلهم الفور على درجه 180، ودوك نقول لكم قديش استغرقت الوقت. هذه هي الغريبيه بعد ما طابت، ما طيبوهاش بزاف، ما تخليوهاش تحمر بزاف، تصفار برك بهذا الشكل. انا طيبتها في فرن على درجه 160 وشعلت الفونتيلاتير وخليتها 20 دقيقة بالضبط، خذات هذا اللون على درجة 160 بالفونتيلاتير. تحبوا تديروا هذا الشكل وتخليوه كما راه، كيما تديروا هذا الشكل ونكملوا نزينوه مع بعض. انا راح نعمر هذا الفريغ، نيسلي والله بالتوفيق اللي عندك. وراح ندير هذا الورد اللي هو غذائي، حطي عشوائي، حطي برك. هذا الشكل انا راح نكمل نزين الغريبيه ونتلاقاو في صحن التقديم.
هذه هي الغريبية بعد ما زيناها في صحن التقديم. كما راكم تشوفوا يجي شكلها مليح وذوقها رائع. جربوها وحكموا عليها. تحبوا تقدموها بهذه الطريقة ولا بهذا الشكل؟ والله بالشكلين هذو كيما هنا، تحبوا تخليوها كيما راه. بالنسلي عادي، ما ديروا لا ورد لا حاجة أخرى، تخليوها كيما راهي. تحبوا ديروا هذا الموديل ثاني، يجي سامبل ويجي باهي وراهي بنينة، واللي ذوقها يقول أعطيني الوصفة. جربوها وما تندموش. وفي الأخير نقول للأخوات ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقيو في فيديو قادم إن شاء الله.